على احلى مشاهدين برنامج بنها اون تي في. زي ما حضراتكم عارفين ان هدف البرنامج دايما هو تسليط الضوء على المواهب والمشاريع والتطورات دايما اللي بتحصل في بنها، وده دايما بيبقى هدف البرنامج. علشان كده انا بقول لحضراتكم اي حد عنده موهبه، عنده مشروع، عنده اي حاجه عايز يعرضها يحاول يتواصل مع جروب بنها اون تي في. كمان معانا حلقات سابقة كنا بنتكلم فيها عن المواهب والتطورات والحاجات اللي كانت بتحصل في بنها. يلا بينا هنطلع نشوف الحلقات السابقة مع بعض.